السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام. لا تلوموني اليوم لأن الهاشتاج ترن من قبل ما يبدأ، واليوم بإذن الله حلقة مميزة مع النجمين وقمرين المنشد والمنشد هلاي والبوريلا كندريلا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي طالما انتظرناها طويلا. أنا شخصيا كنت منتظرة والله من أسابيع وأيام وشهور وسنوات الحلقة التي تجمعني برفيق دربي وبالأستاذ المبدع المتألق الدكتور محمد عباس، هو رفيق الدرب. تحية 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 للأستاذ إبراهيم النقيب. وين حق الجمهور؟ وين يا مرعي؟ اديني صفقة مرعي، اديني صفقة. بالغت يا مرعي والله، صدقني ما أنزل لما أسمع صفقة. أيوه سمعنا صفقة. تحية تحية إبراهيم النقيب، أشكرك صراحة على تكبدك لعناء السفر. ها؟ الجملة ما حتتكرر ثاني، ما حتنعاد ثاني. اشكرك والله يا عباس، عندك محاسن الصدف. اي أيوة والله. طبعا قلناها في السناب شات. نعم ناس السناب شات ما فضل شافها. ايوه قولها. عندنا 3 متابعين انا وانت. ايوه قولها. هم اهم ناس. انا عندي 13 والله. ما شاء الله تبارك الله. اشبك؟ دولار ولا يورو؟ لا لا بال محمد عباس الثوب سكري والشماغ احمر والامور طيبه. وابراهيم النقيب ثوب سكري والشماغ احمر والامور طيبه. والله يا عباس ايش سر الريتويت هذا؟ السر الريتويت يا ابراهيم التقارب الروحي الذي بين بنت حسين وامي الشيخه ساره. فسبحان الله هذا باقي حاجه واحده والله. اي نعم هي اهم حاجه. اسال الله ان يجمعنا وياك في الجنه. اللهم امين يا رب. ابراهيم النقيب انا بروح كيف حتكون الحلقه اليوم ان شاء الله؟ اليوم الحلقه ناريه باذن الله تعالى. ترقبوها يا احبه يا جماعه الخير. ايوه انا متاكد ان اليوم نبغى تمديد 4 ساعات. موافق؟ موافق. ولا تنسوا المشاركه في الهاشتاج، هاشتاج ختام مع الجمهور. نبغى هذا الهاشتاج يتربعوا في سماء تويتر. نعم الله. نعم من قد اوحت الارض مع السماء. ابراهيم النقيب ضيفنا، خليه يدخل. لا 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 ما يدخل. طيب نشوف تقرير عنه اول شيء. مين هو الضيف طيب؟ ها؟ اعلن عنه في تويتر؟ رجال حرقنا السوشيال ميديا. حرقنا اي حاجه؟ حرقناها اليوم ما شاء الله تبارك الله منور. الله 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 والله منور، ربي يحفظه. الاستاذ مين؟ نشوفه ونرجع. سرور الروقي، خلونا نشوف التقرير. اقسم بالله ابراهيم. مع الجمهور والأشواق ترسم بوحنا وصلا، مع الجمهور درب الخير صار الغاية المثلى، لأن المجد تجمعنا سيغدو عيشنا أحلى، لأن المجد تجمعنا سيغدو عيشنا أحلى. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة النارية الخنفشارية مولعة من بدايتها مع الأستاذ إبراهيم النقيب اللي منور هذا المكان. طبعا إبراهيم النقيب نور كثير الحتة دي. أصدق عباس أنك اتطورت في التقديم من بعدي؟ والله شكل أنا كنت خلل. أنت لا لا أنت كنت عقبة. ها؟ أبشرك أنت كنت شلال. ترى معانا ضيف اليوم. والله أن الضيف أنه مبسوط من قبل ما يجي. الله وأنا متأكد أنه اليوم سعيد. نعم ومسرور. الله مسرور. ولادي اسمه سرور. اها ايوه الموضوع ما خطير. طبعا ضيفنا الليله هو غني عن التعريف. شفت قبل شيء تقرير عن ضيفنا. انا ليش هادي؟ انه هو حيرد بنفس الطبقه، طبقه الدودي. احنا نسلم الطبقه. نسلم الطبقه. حياك الله. ضيفنا طبعا من ضيوف ما شاء الله، يعني من الاعلاميين الكبار الذين ظهروا في ساحه الانشاد في ما شاء الله في السنوات الاخيره، كان له اعمال بارزه وحاجات كثيره انا ما حتكلم عنه. الضيف الاستاذ الاعلامي سرور الروقي، اهلا وسهلا بك. يا مرحبا فيك. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا.
الله يحييك. حياك الله يا اخوي محمد عباس ابراهيم النقي. اولا قبل نبدا قول البركات اللي جت معي ايش هي؟ الله البركات يا حبيبي، اول حاجه انك لميتنا مع بعض. والله العظيم بجد جميع الادارات اللي مرت على المجد ارادوا ان يجعلونا في برنامجين. بس ما تتكلم عن الادارات، انت تتكلم عن الظروف المحيطه. لم يعني الله عز وجل ما يسر لنا نتقابل، لو تكلمت عن الادارات ممكن نص الحلقه دي يجيبوا عبد الله حبيبي يكملها، فهمتها؟ واحنا نطلع ابراهيم، احنا نمشي ابراهيم انا وانت، عشان كذا لا نتكلم. بالضبط. الله يحييك. فانا سعيد جدا اني انا متواجد اولا في شاشه المجد. الله يحييك. اول ظهور لي كانت قبل بطلع، لكن كانت في بعض الظروف اللي ما تخليني انا ان تتصادف اني في وقت ان احنا يكون متاح لنا الجميع. فانا سعيد الليله اني انا متواجد في هذه القناه الجميله، قناه البيوت، الاهل، التربيه، كل شيء. بالاضافه اني انا مبسوط جدا اني انا في حلقة بتواجدك وتواجدهم الله في جمع شملكم. حلو. الله يرضى عنك. حلو جمع شملكم دي. عارفين والله لأن أنا اللي قاعد أشوفه قبل شوي سنابات، أبي أحد يسلم علي، ما أحد، كلهم مع بعض. حتى في سنابات يا أخي الشباب أعطوني وجه. لا والله إحنا خليناك مع المخرج عشان تفهم جو البرنامج فقط. والله يا تاج رافي، بس لما قال لم شملكم حسيت أنا جاي من الحدود الآن. والله من الأحضان حسيت أنا إنك جاي من الحدود. والله لا تبى الصراحة هي قصة طويلة طبعا، وحتى المشاهدين يعني خير شاهد على هذا الموضوع. ترى من جد احنا لنا شهور وسنوات قاعدين نقول ابراهيم النقيب نتقابل نتلم في برنامج وحلقة، انت عارف خلاص. صحيح. اخر مره قدمنا 2015. حزنتني. انا لاحظتها في تغريدتك اليوم. قريت ما شاء الله المقدمه، قلت الله يسلمه، والله انبسطت انا. مقدمه يا رجل رفيق دربي الجميل، ما ادري ايش اخرتها، ابراهيم النقيب واخرتها مع الضيف سرور بس. وبالنهايه ما هي ختامها مس. والله فلت من الان. والله تبى الصراحه انا ما قصدي كذا والله. اجل لكن عشان لا انا اقول لك اني انا عرفت ان اليوم الحلقه بتكون غير شيء. بعطيك شيء، انا وابراهيم النقيب ما جينا يعني الا عشانك والله. الله يسلمك. انا وانا ما جيت الا عشان الظهور على الشاشه اول. الله يحييك. وعشانكم وعشان الجمهور. يا هلا وسهلا فيك سرور روقي. يعني ممكن تدينا كذا الماحه سريعه، يمكن هذه طبعا اول ظهور لك في قناه المجد. صحيح. اول ظهور لك في قناه المجد. هذا يعني هذا اول ظهور له، اول ظهور لسرور روقي على قناه المجد. هذا البرنامج. ايوه البرنامج هذا البرنامج. تدري اذا كذا تبادلنا البركات. الله يبارك. ايوه احنا ترى اول ظهور لنا انا وانت. ايه؟ واول ظهور له معانا. اوف مين في ظهورات انت؟ في ظهورات كثيره. طيب من هو الاعلامي المنشد سرور روقي بس في السطور في سنابات يعني؟ شيل كلمه المنشد والاعلام، خلينا نقول سرور. يلا ايه. اوكي عشان تكون افضل واخذ راحتي زي ما ابغى. يا سلام. انا إذا قلنا طلعت هنا على الساحة الإعلامية، أنا طلعت لها بشكل ملم بأي حاجة اللي أنا أشوف إني أنا مناسب فيها أنا أطلع، فلذلك إني أنا ما أحب أكون منشد. ليش؟ لأني ماني محترف الإنشاد، وقلت الكلمة قبل شوي لإبراهيم قبل الهواء. هذا من تواضعك. لا والله أنا أقول أن أنتم واكي، أعيد وأكرر، أنتم أساتذة، فأنا لا نشيد ولا شيء. إذا احنا أساتذة فأنت دكتور. الله ينفع بك. الله يطول عمرك. وسبق وأن قلتها لأخوك محمد، قلت له أخوك هو خليفة. لا الدكتور محمد الحسيان. ما تقول أخوك. لسه بعدين دي. مفاجأة. لا مفاجأة. تحرقت طبعا لها 30 سنة المفاجأة. الله يرضى عنك. ف مشارك في الساحات في الشاشات اللي طلعت في شاشة كمؤدي لبعض الأناشيد. سلكت الطريق الفصيح لرغبة، بس انه تكون ليس احتراف كثر ما انه هو هواية لي انا، اني يعني انا احب هذا الشيء. سلكت في هذا ما يخص النشيد. الاعلام اني انا منطلق فيه باذن الله اني انا احاول بقدر المستطاع اني انا اتواجد في المكان اللي انا احس اني اذا تواجدت فيه انه يقولون سرور موجود. الله 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 الله. الهاشتاج يا عباس. الهاشتاج طبعا ختام مع الجمهور يا اخوانا، هذا هاشتاجنا لهذه الليلة. مع الجمهور كم؟ ختام مع الجمهور. لا ما في رقم ذاته. هاشتاج الان على الشاشة. ختام مع الجمهور. مع الجمهور، نعم. عندكم طلبات، عندكم مواقف، عندكم ملاحظات، عندكم اي شيء، الضيف ممنوع طبعا يشيل الهاشتاج لانه ما عنده تليفون، ما عنده جوال، كانه خاشي في مسابقه. انا وابراهيم النقيب بنقرا الهاشتاج بنوصله لضيفنا الاستاذ سرور روقي. سرور روقي يعني حلقتنا متنوعه ما بين القصص والمواقف. أيوة كفشت. والاناشيد وبعض الاشياء اللي احنا او اللي فريق البرنامج معدينها مفاجاه للاستاذ سرور روقي. نشوف اول مفاجاه على طول كده. طب شوف لسه قبل اي حاجه ابشرك، ورونا يا شباب ما دامك مع النقيب وعباس ترقب مفاجاه الطريق. انتهى الموضوع. ايه نقول ترقب. يلا بسم الله شباب، ورونا البتاع بالله. بسم الله يا ان هذا اليوم طيران النقيب ما عاد صار شي ماخذ. الله ينفع بكم. يلا
فرونا يا شباب. نبغى وين الصورة؟ صورة. يلا بسم الله. الصورة الأولى. هذه الصورة اللي قدامنا الدوادمي ترحب بكم. ماذا تعني هذه الصورة اللي صورة طبعا دي صورة يعني لسه بداية بس. إيه. صورة. لا إذا على هذا إذا المفاجآت على هذا الطريق فحياها. هذه حياها. لا بشرك معك. من أولها. بأسهل مفاجأة. إيه الدوادمي أنت سؤالك بس عشان الصورة هذه ما تمثل لك كثير. يعني. إيش تمثل لك الصورة هذه؟ وماذا تعني لك؟ والله تعني لي إني أنا ولدت في هذه المنطقة. ما شاء الله. منطقة الدوادمي. ودرست فيها جميع المراحل لين خلصت الدبلوم. بعدين انتقلت منها للرياض واستقريت في الرياض لست سنوات، لكن الدوادمي هي كانت على اساس اللي انا اقول لك اني انا بديت فيه مش مراحل الدراسه وبس الا كلها من بدايه مراحل التربيه من حياه الوالد الله يرحمه الله يغفر له الى الصحبه من الجيران والاهل الى الان وانا فيها لازم اني انا مستحيل ان تمر فتره اللي لازم اكون متواجده، والدليل اني البارح انا بالدوادمي البارح بالرياض واليوم في العصر بالدوادمي والان في الرياض ما شاء الله تبارك الله الدوادمي عندي شيء اعتقد بتخلص وتمشي باذن الله الامور طيبه الامور طيبه يوم الفداء انا اعرف ان في هواء بارد في كميه هواء بارد من عباس تجي لكن انا احاول اهديه وهو يهديني طيب مين اكثر الشخصيات في الدوادمي؟ اقول لك يا عباس بعد السؤال هذا اي والله قال جبت سرور يتكلم خلوه ينشد اي والله هذا اخر سؤال اتوقع اوف اي نعم صح والله والله هذه في نص الجبهه لنا احنا لا قالوا جبتوه عشان يتكلم اي العالم ما يبون ما يبونك تحتسي صح تحتسي كذا لا يسولف تحتسي هذه القصيم ما له علاقه انا عارف بالحته اللي قلتها لا لا سؤالك شو يا عباس قلت له سؤالي ايش هذا نشيط نفرات لا والله سؤالي في دوان ما انك نشات في هذا طبعا كل شخصيه سرور روقي تشكلت هناك في تلك المنطقه صحيح وموهبته صقلت هناك صح ولا لا مين اللي كان له دور بعد الله سبحانه وتعالى في صقل موهبه سرور روقي لا ما بقول لك لما تقول والله السؤال متعوب عليه مره اي والله حسيته قاعد يراجع صح؟ لاحظ؟ قاعد يسوي بروفاتر من اول بس كيف بالله يجي صح؟ خطير السؤال والله شوف انا لما اسوي الشخصيه دي خلاص بحس اني منطلق فجأة كذا جميل تفضل ان انا في الدوادمي انت ركزت على موضوع الصوت الصوت والموهبه اي الموهبه الموهبه انا قد تكلمت فيها انه قبل الموهبه هي جت من الوالد الله يرحمه كذا احنا في زواج فجاء وقال هذه قصيده لان الوالد شاعر فقال هذه قصيده في زواج احنا ترحيبي لا ما كانت ترحيبيه عفوا هي كانت زي ما تقول عن الاستسقاء والمطر لا لا ابدا ما كانت توفى مرحمه ما هاجا احدا فقال خذ ادها الان انشاد كانوا في منشدين موجودين كان في امسيه شعريه وكذا فواحد من المنشدين الكبار اللي موجودين اعطاني الكرسي لان كانت الطاوله ما تاخذ فانا جيت انا كنت اسمع هو يقول يا اخي صوتي جميل صوتي جميل البدايه هذه اعطيت هذا اول مره لا تسالني عن لحن لا تسالني عن كلمات لا تسالني عن شيء ارتجالي ولا اعرف وش اللي قاعد يصير الله الله بس انه شفت استحسان الناس اولا بديت بثقه يعني بثقه ابوي تمام بعدها بديت اني انا اوكي ادندن وهذا كل واحد يعرف انه ياخذ بينه وبين نفسه انه هو صح اي ياخذ يبني الثقه داخله كذا ايوه يا سلام كلام الناس انه انت صوتك جميل عاده الواحد يعرف انه صوته حلو لكن ما يعرف انه هل هو صوته مره ولا لكن كثره الناس وثناهم عليك الحمد لله وطلبهم المستمر يحس يعطيك ثقه في نفسك اكثر صح بديت ان انا اعطي الاعمال بديت في عمل واحد حرصت انه انا ابحث عن كلمات كان اول عمل لي وابغى اسجله بشكل رسمي يعني ابغى انه عندي عمل اسجله يعني مو بتسجيلات الجوالات والسوالف أيوة لا ابغى شغل نفس اللي شغلكم من الاعمال متى الكلام هذا شغلنا شنو متى الكلام هذا تقريبا في عام بالهجري ها ايوه عادي كويس ايه تقريبا في يمكن 19 او 20 سرور كي انت كبرت نفسك ليش عام 19 وانت ما شاء الله تقريبا قاعد تنشد 20 ايه تقريبا كذا عباس دوبهم فطموه مش ما لا لا مو بديت انشد لا لا هي الموقف اللي صار كان تقريبا في 19 20 19 حلو حلو تقريبا ايه بعدها سجلت اول عمل يمكن قبل 7-8 سنوات ما شاء الله إيه ما شاء الله هو اللي انا بديت فيه اديني منه بيتين بس دائما احنا كذا اول عمل وتبغاني اعطيك منه بيتين أيوة. نعم انا اخر عمل يا دوب جبت من البيت اوف اي والله ذاكرتك كذا انا ذاكرتي مو كذا زمان ما كنت ابو 24 ساعه زمان ما كنت معتمد على الجوال مطول زمان ما كنت معتمد على الجوال اي نهائيا ما كنت عفوا اي ما كنت معتمد على الجوال الان وبالملاحظات ما تحفظ
ما احفظ حتى ما اول لكن 1419 لا لا حتى اول هي الكلمات يعني اتكلم عن العمل هو كان وترى بالمناسبه العمل كان هو اسمه تحيه اجلال واول عرض له كان على قناه المجد والماسة الله اي والله طيب تقول لي اول ظهور لك انت اذا ظهر صوتك قبل صوتي أتبقى. بالضبط انا صوتي وصل قبل اطلع انا أيوة ما شاء الله شوف فكان هو تحيه اجلال من كلمات الاستاذه امل شقير سويت العمل كذا بس مزل نزلته والله حتى في حساب يعني اقول لك فتحت حساب ونزلت فيه ولا اعرف ايش صار فيه نسيته بعدها نزلت عمل ثاني في نفس الجو أيوة نفس بحثت عن كلمات تصلح وقلتها بحثت برضو عن كلمات ثانيه واديتها هنا حسيت انه خلاص بس اني في نفس الوقت ما اقول انك تاخذ كلمه صقلت وما ادري ايش الانشاد لا 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 هذه كلها انت والله شوف بقول لك انا سمعت عن المتواضعين لا لا لكن انت بالغت في التواضع لا لا والله شوف بقول لك ما شاء انا لما تقول اسمع بالله يا رجال في ناس اقل منك بمليار مره صح وكاتب المنشد الفلاني للتنسيق حاط 17 رقم 37 حساب تحت وفانزات يسري لهم الله ينفع بكم اللي يتابعونا يا تكون زي سرور الله ينفع بكم لا تسوي حسابات الله يبارك فيك كان في عيد حجز الحمد لله تفضل إيه؟ بقول لك انا طالي لا مش مساله تواضع لا انا لما اتكلم عن منشد لما اقول لك الان منشد يا محمد وانت يا ابراهيم لما اتكلم انا كمنشد تلقاه ملم باشياء كثيره تكلم عن مقامات تكلم عن مصطلحات ليس في الانشاد لا لا هذه كيف انا اصير منشد وانا ما اعرف هذه الاشياء لا مو حكايه انا اقول لك لا انا املك صوت ما اقول لك ان انا صوتي ما سلام اذا تملك اذن صافيه جميله تسمع النقي طيب حلو وتملك حنجره ذهبيه تؤدي هذا تؤدي الشيء الطيب حلو اذا اجتمعت ما لها علاقه انا ممكن اتكلم لك انجليزي ساتردي ساندي ماندي وفي النهايه ما اعرفها لكن اهم شيء البادي لانجويج انا الاكسنت في الاخير عندك ابراهيم ترى قاعد يقدم بالانجليزي في قناه المجد الثانيه المجد اكشن بالانجليزي طيب سرور ابراهيم الناس دايرين يسمعوا ما انت تكلمت كثير لا سكتت والله والله جبت له اسئله من خارج المنهج انا لن اتكلم ها تفضل خذ المايك عندك وحلق بنا شوف احنا خلينا نبدا على الخفيف يعني ايوه شوف اللي قلت على الخفيف معناته نبغى لايف لايف ولا يا سلام لا نبغى الاستاذ والمهندس العالمي الجميل مهندس العالم العربي استاذ مهندس اسمه شو هو شغال هذا استاذ ابو سندس اي الباك جراوند ساتردي شغال ده ها روح اعطني مونيتر دلعنا يا مرعي هي دائما احب اني ابدا فيها وهي من الكلمات اللي انا احبها ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اللهم صل على محمد يا من تحب محمدا عليه تبخل بصلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض به شفاء يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة اللهم صل وسلم سنابة هل تعرف الفرق بين المنشد والمنشز صفقوا لك صفقوا لك احنا طالبنا بس صفقوا ولا جابوها ليش تدينا سنابة بس يا تونا سمينا سنابة هذه تونا نحمي تونا حبة حبة تونا حبة حبة بعدين طيب تبغى اسئلة انت تبغى تتكلم اي لا تفضل هذا والله شوف انت دردشت في قناة بداية الله ينفع بك بما فيه الكفاية صح ودردشت في السوشيال ميديا بما فيه طالع كم يوم 100 يوم صح صحيح 100 يوم و24 ساعة في اليوم بالضبط ثاني هتعرف حتقول شنو دايرين نسمع احنا نبغى اليوم حصريات ما مجهزين حصريات؟ حصريا حصريات؟ ايوه لا والله الحصريات يا اخي انتم خفوا شوي انا ماني ركزوا على كلمه اني ماني منشد انا ماشي يا اخي عشان ناخذ ونعطي يا ليه هو كذا ليه؟ ابشرك اعرفك على المنشز محمد عباس المنشز محمد عباس نعم الراعي محمد عباس نعم والقهوة ابراهيم النقيب ما لنا علاقة في النشيد عشانكم تكرمون والله لا بس لا اقول لك عشان ما لنا علاقة في النشيد خلاص هذا لاعب ظهير ايسر لاعب ظهير ايسر هذا ظهير ايسر وانا سمكري عشان اوريك ان بعيدين عن المجال ما دام ان انتبه التواضع احنا ترى معنا ثلاث مجلدات في التواضع اقول لك ابراهيم انا عندي حاجة بجد محيراني
ايش اللي حيرك عباس؟ والله اكثر شيء اكثر سؤال اكثر سؤال انا يعني دائما دائما يتبادر في ذهني لما اشوف اعمال الاستاذ سرور روقي هو السؤال الذي يقول الشيخ الدكتور سعود الشريم علاقه سرور روقي به شنو؟ كم قصيده انت انشدت له؟ اكثر من قصيده صح ولا لا؟ صحيح اتوقع اثنين او ثلاثه اثنين او ثلاثه صح ولا لا؟ لا كم؟ اكثر؟ تقريبا سبعة سبع قصائد للشيخ سعود الشريم الشيخ سعود الشريم السر شنو طيب؟ انا حاولت اني اوصل ارسل له رساله صوتيه في الواتساب اوريه انه صوتي سمح فهمته؟ مين؟ للشيخ سعود الشريم بس ما عندي رقمه مستحيل عشان اوريه انه صوتي حلو مستحيل عشان انشد له مستحيل. ابشرك ما وصل ذاته بلكني الواتساب نفسه وبلك رقمي يا سلام تفضل يا شيخ ايش السر يعني ما شاء الله تبارك ما السر زي ما تقول انا الحمد لله يعني من الحاجات اللي يعني امنت فيها ان الصوت احيانا يوصلك يوصل هو سريع سريع الوصول تمام ايش في اخذ المايك اي هذا افضل لك يا شيخ عشان ايش ودنا تطربنا اكثر هذا طلع ابراهيم اتوقع اللي طاح هذا مو هذا اي لو كل ما طاح كل ما صار احسن يا سلام حلوين الجو حلو ترى الجو حلو يا اخواني بعد شوي شوي ارلك انا العدل بالله يا طيب اقول لك فكان عندي اول عمل اللي هو كان عندي كان يتكلم عن غزه اللي هو من كلمات الدكتور سعود الشريم ما شاء الله كانت بدايه العمل انه وصلوني ناس انه العمل نبغى تسجله لحنه سجله كذا كان ما قد نزلت الا عمل واحد اللي هو بس اللي قلت لانه هو تحيه اجلال فسجلته وعلى اساس انه انا ان هم ناس يبغون ان اسجل هذا العمل يعني ناس متطوعين حلو في البدايه فلما سجلت ارسلته قالوا خله انه الشيخ يقول لا يبغى كذا وكذا الابيات فعرفت انه انا تواصلك مع ايوه انه لا الرغبه من الشيخ زاد يعني هو مطلع على الموضوع ايه الله فبعدها انه عدلت بالعكس عاده تعرفون التعديل ايه التعديل متعب لا انا اتعدل وانا مستمتع بالموضوع اي لاني متشرف جدا لما يكون شخصيه مثل قامه الدكتور سعود الشريم يعني يثق في صوتك ويعجب فيك في الصوت وما تقدم هذا اكبر داعم لك انك انت تستمر وما تحيد عن هذا المجال تستاهل تستاهل أيه الله يسلم فسجلت العمل ولقى استحسان ناس كثير في الموضوع اي واحد فيهم عمل غزه كان عمل عن غزه جميل. هو تقريبا كان ثاني عمل لي بعدها انه اخذت فتره فتواصل انه الشيخ قال انه ابغى عنده عمل عن رمضان وقال لي انا ابغاك سرور انت تسويه يعني انه الاسم انه انا ابغاك تلحنه وتزبطه من عمل رمضان صار فيه التواصل المباشر بيني وبين الشيخ سعود ما شاء الله يعني العمل هو كان هذا ثاني عمل انا اسويه ما شاء الله بعدها بديت وصارت صار في بيننا تواصل وزرته في مكه المكرمه وجيته في بيته واكرمني الله يكرمه ما شاء الله وتقهويت عنده واعطاني قصائد كثيره قال هذه يبيك تقولها وسوها على فترات زي انت ما تبغى اعطاني عملين فسجلت بعدها عمل كان عن العيد سجلت عن رمضان بعدين العيد بعدين كان عمل عن ابتهالي كذا لا كان عمل عن اول شيء رمضان بعدين وصلت العيد بعدين كان فيه عمل عن الحج في عمل مسمع شو ان شاء الله وفيه عمل برضو عن مرثية ام الله يرحمها وعمل برضو ثاني كان اخر عمل اللي انت كنت بتيجي بس انك ما قدرت تيجي ما تقول ما تقول للدكتور الشيخ سعود الشريم انه عندي اصدقائي اثنين صوتهم نتقهوى بس ما نبغى نجرب ما تجوا مع بعض ليه؟ ما اعرف ادخلوا من ابواب متفرقه اتوقع ان شاء الله انسب شيء ابشر الله يرضى عنك بهذه المناسبه يا جماعه الخير حنحاول برا الهواء ننسق مع الدكتور الشيخ سعود الشريم وحبيبنا سرور بعد الفاصل نواصل هذا البرنامج برعاية جديد شماغ البسام غترة بلس بياض اللون وخفة الوزن غترة بلس المعنى الحقيقي لغترة بيضاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. ورجعنا لكم مع الباقات التوفيرية مدة أطول وبسعر أقل. جدد اشتراكك الآن لمدة 18 شهر فقط ب 666 ريال، أو جدد اشتراكك الآن لمدة 6 أشهر فقط ب 299 ريال. ما يبي لها تفكير، جدد الآن ولا يفوتك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. لبيك جئنا محرمينا، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، والشوق دوما في اتساع. هذا البرنامج برعاية سرت والشوق طريقي، جيت من فج عميقي، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الله عليك يا إبراهيم النقيب، لكن إحنا ما جينا هنا عشان ننشد، عشان نستمع للمنشد. الله الله الله، عشان الأصوات هذه ما تظهر أبدا إلا مع الكبار. مع الكبار، نعم. الأستاذ سرور، شرواكم، حياك الله أستاذ سرور، شرواك الطيب. ما شاء الله تبارك، أنا فتحت الهاشتاج قبل شوية، ما شاء الله تبارك الله، في كل ثانية 150 ألف تغريدة، ما شاء الله تبارك الله. إيش السر هذا يعني؟ ما شاء الله. أقول لك إيش قالوا؟ أقول الكلمة اللي قبل شوي قلتها. لا لا، عشان لم الشمل. عشان لم. يقول حضور فخم كالعادة يا سرور، الله يرضى عنك، تحية قوية، نورت القناة، متواضع جدا، شخصية لا يحب المدح، مع العلم أنه مقدم منشد وملحن وشاعر ويملك مواهب عدة. ما شاء الله تبارك الله. مش كلامي أنا. لا، الكلام ده حقيقي؟ أوريك التغريدة. ما شاء الله، مقدم منشد شاعر. تفضل يا شيخ. ملحن تقريبا. لا، اكتب شعر، اقدم اناشيد. تلعب كراتيه يا شيخ؟ بس مش على اللايف. مش اي والله، يقول اللقاء مميز. عباس، تكتب شعر من جد؟ ايه. ما شاء الله تبارك الله، نبطي ولا فصيح؟ والله هي فيه ماني مره. اعطيك قصيده كتبتها يا شيخ. اوف، اسلم. انا هذا الشيء ترى استشفيته برضو من بعض افراد اسرتكم. بس اللي مسوي هي اللي مسوي. والله هذه كتبتها يا طويل العمر انا في الطياره. اوف، ليش نبره قاعده؟ والله حفاجك عباس فجاه طبعا. واللي اعطاني تعميد عليها تعرف مين؟ مين؟ الشاعر علي غياثين ابو حمد. نعم، ما يحتاج، خلاص. قال لي والله قصيده، وشككني، قال لي انا اتحداك انك انت كتبت. قلت له ابحث، الله ينفع بك، في تويتر. انا شوف، انا اقول لك ممكن اجامل في كل شيء الا الشعر، فتحملني لو سمعت. والله تفضل يا سيدي. ابراهيم، ابراهيم انا ما اعرفك. سبحه، ما اعرفك. طيب بقولها لحنا عشان اضحك عليك. اغطي العيوب عشان ترمم الكسور. أيوه. يلا بسم الله. جميل. يقول هذا عن الوالده، صدى يا الله ينفع بكم، ترى صح اني انا معاكم في المجد. ايه على وصل. طيب، قاعد يتصل على اساس اني حرد عليك، الله ينفع بك.
حلو ناجي. ذكرتك في صدى قلبي وعيني تذرف الدمع أبوح بكل إحساسي فهل لا ترعني سمعا. ذكرتك في صدى قلبي وعيني تذرف الدمع أبوح بكل إحساسي فهل لا ترعني سمعا. أيا روحي أيا أمي ويا نبض الذي سمع بأوراقي وأقلامي بربك كيف قد جمع. ذكرتك حرفا حرفا ولله الحمد ولله الحمد من فضل الله عز وجل على الأستاذ إبراهيم النقيب في مسيرة الإعلامية أن اجتمع بين موهوبين وسبحان الله فصارت عنده مواهب عدة اكتسبها يعني لا وليس موهوبين متى موهبين فهمت هي موجودة داخله لكن يعني الحمد لله أن ربنا رزقه بملعقة حركت هذه المواهب نعم والملعقة هنا موجودة وهنا في زبادي ناشي منه سرور خلينا نرجع لك طبعا بتاعت إبراهيم النقيب كانت فاصل على طار الفرح بعطيك حاجه يا عباس ما على طار حنسمع بلاي باك من سرور الان سرور جاهز النشيد جاهز مفاجات الطريق يعني جاهز مفاجاتكم جاهز يا شيخ انا قاعد ترى شوف هذا اسمه سكريبت هذا اسمه سكريبت لكن ابشرك مستحيل نمشي به يعني احنا ممكن نقول اخر سؤال في اول دقيقه والله العظيم جد المهم ان تكون الاسئله كلها قد قيلت انت الترتيب مو مهم ترى نشيد جاهز وكل شيء جاهز فهلا رايتني سمعه يلا الله يرضى عنك تفضل يا قلبي المسرح تفضل كم كورال يا شيخ على كورال ولا يهمك تفضل وانت مكانك ها الوصيه ها نعم شيخ تفضل بسم الله اعطونا صوت يا جماعه طيب بس انا بقول هذه الوصيه هذا اخر عمل نزلته اللي كان فيه اصبر هذا آخر عمل نزلته أنا كامل رسمي هو اللي كان عليه الحفل اللي أنت ما جيت كان دشنت في حفل بعد ما تخلصنا من برنامج 100 يوم اللي قلتوه 90 يوم يعني الحقيقة فهو من كلمات الدكتور سعود الشريم ومن أداء والحاني طبعا المتواضع يعني ما شاء الله متواضع يلا تفضل يا متواضع الله يسعدك بس يا حبيبي تأمل يا أخ الإيمان أنك ظننت فأحسن الرحمن ظنك سلك تطريق أسلاف كرام وأنت به لذو رأي محنك تأمل يا أخ الإيمان أنك ظننت فأحسن الرحمن ظنك سلكت طريق أسلاف كرام وأنت به لذو رأي محنك فهاك وصيتي إن كنت غران فلا تظهر مع المعروف منك ولا تلبس لباسا لست منه فلن ترقى بهند ليس هنك ولا تزعم دراية كل فن فلن تحظى بفن ليس فنك فإن رمت التكلف تهت فيه وخبت إذا أضعت به مكنك ولا تركن إلى
خب لئيم وكن حذرا لئلا يخدعنك فقد يبدي لك الإحسان يوما ويقلب بعدها ظهرا بجنك. وكنت تخاله برا لبيبا وصولا إذ به جهرا أطنك يراك كمثل أجراس بباب إذا ما رام دق الباب رنك. وكنت تخاله برا لبيبا وصولا إذ به جهرا أطنك يراك كمثل أجراس بباب إذا ما رام دق الباب رنك. يريدك مدية يلوي عليها متى ما شاء طعن الناس سنك فيخرج سالما منا بريئا رماك بها على عجل فزنك. يريد لنفسه ظلا ظليلا ويؤثرك اللهيب يفيح صنك ولا يغررك مداح سفيه إن اختلف المقام ليهجونك. وصاحب من إذا كانت عيوب يراها فيك بادية أكنك فصن نفسا إذا ما رمت عيزا وأمسك إن أردت الري شنك. ستذكر ما أقول فكن حريصا فإن لاقيتني سأذكرنك فإن لاقيتني سأذكرنك سأذكرنك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تبى الصراحة يعني الكمال لله وحده لكن كل شيء زي ما قال إبراهيم النقيب قبل شوية قال كل شيء في العمل كامل ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك يا عافية كلمة ولحن وإن كان في كثير من المصطلحات التي لم أفهمها أنا وإبراهيم النقيب أعتقد أنه أساسا ما سمع ذاته لا يعني قصدي ما خلات خلينا عصب عشان لا أرنك لا واضح أنه فاهم صح ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يسلمك. إيش سر يعني تركيزك بس لغة عربية فصحى ما أنت ناوي أبدا تطلع كذا ولا كذا؟ لا شوف أنا مسألة أنه ما ناوي أطلع أنا ماني ناوي أطلع يعني كعمل رسمي لا لكن كجلسة مثلا كذا ممكن أنا أقول بعض الأبيات العادية اللي تكون نبط لكن مش الشيء اللي يكون خارج عن المجال اللي أنا قاعد أمشي عليه أو أني أنا مستمر فيه وبإذن الله أني باقي عليه. لكن أنا الفصيح زي ما تقول أحيانا كل شخص يشوف بعض المشاهدين يحس أنه هو جوه ومقدرته يعني ينطرب هو على مقام محدد فأنا حاسس نفسي أني أنا في الفصيح يا أخي أرتاح جميل يا اخي انا وانا اقول الفصيحه احس اني انا كذا انبسط قاعد تنشد لكن لو مثلا تقول النبط لو مثلا سجله بشكل يعني رسمي اي رسمي وكذا يعني نظام الشيلات ونظام زي كذا احس اني مغصوب ما اعرف جميل يعني خصوصا اذا بغيت تدي عمل ودك انك انت تحس فيه قبل يحس فيه وانا اهنيك صراحه انا اهنيك انك يعني مثلا ماسك لك خط معين ابراهيم هذا الصح كل واحد ركز عشان يعطي قوته وحيبان في العمل ابداع بالضبط هذا هو. طيب يا استاذ سرور أنا سمعت أحد الناس يعني واحد من الشباب كان يقول كلام غير هذا الشيء قال إنه أنت في الإعلام تقول إنك تحب العربي الفصيح لكن يعني عندك الرغبة إنك تنشد بالنبطي بعض الأحيان أنت خذ الاتصال وخليه هو حيقول لك نفس المعلومة قبل الاتصال هذا الكلام اللي أنا قلته بس أنت عدته خذ الاتصال يا شيخ. طيب السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
مفاجأة. حيسمع قصتي. قول تاني ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان ناخذ الأجر. ألو. وعليكم السلام. يا مرحبتين. مرحبا بك زود، يا هلا. حياك الله. الله يحييك ويبيك. أنا عرفته. مين هذا نفرات؟ صدقني ما عرفته. ما عرفته؟ هو ما عرفته. صدقني ما عرفته، تكلم. كيف حالك؟ والله تمام. أبو سلطان. والله انه هو. مرحبا مرحبا مليون. مرحبا بك زود، يلا حيه. الله يحييك. الله يحييك. كيف حالك؟ ابشرك طيب، مسي عليك وعلى اللي عندك الزملاء كلهم. هلا وسهلا. منور والله يا ابو سلطان. حياك الله يا ابو سلطان. وجودكم طال عمركم. يا هلا بك، الله يسعدك ومنورنا ومشرفنا وسعيدين بسمع صوتك. سعيد تواجدي معكم والله. والله هذا ابو سلطان طبعا ابو سلطان نادر اخوي. هذا الاستاذ نادر الروح. نادر اخوي. ايه اخو استاذ سرور، حياك الله ابو سلطان. الله يحييك ويطول عمرك. الله يسعدك ويبارك. طبعا وياك اخوك الاصغر صح؟ ايوه اخوي الاصغر. الاصغر عندك اللغه الجسديه عندك غير المره. لا فارق البث غير اللي مدري ايش متاخره شوي. حياك الله يا ابو سلطان. ابو سلطان الله يحييك ويطول عمرك. سرور سرور دائما يعني ما شاء الله يذكرك في لقاءاته وفي برامجه كلها، انك انت كنت داعم له في يعني صقل موهبته. هل هذا الكلام صحيح؟ للأمانة والله ما قدمت مع الشيء، للأمانة هو اللي يقدم ويتعب النفس. لا بالعكس، أنت دائما كنت يعني تدعمه وتقول له ما شاء الله صوتك جميل ويعني إلى الأمام والله يوفقك. لا بس أنا عندي ما أقتنع نفس زيكم الآن، ما هو مقتنع منكم. ما هو مقتنع. طيب أبو سلطان أمري طبعا. الله يرضى عنك. الآن الحبيب المتواجد أمامنا سرور يقول أنا صوتي عادي، أنا لا تقولوا عني منشد، إيش رأيك في الوضع هذا؟ والله شوف أنا تعبت منه في السالفة دي صراحة، تعبت مرة. يعني مو لوحدنا. لكن هو مقتنع. لا 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 ما أنت لحالك أبدا. طيب إيش الحل معه الآن؟ والله الحل إنك تفتح استديو وتجيبه غصب عندك. أبشرك الحل هذا حيكلفنا كمية هائلة من الوقت. كمية هائلة من شو اسمه ذا بس عاد الدنيا فرندة. خلي والجهد. ايوه والجهد الوقت والجهد، لكن عشان سرور يهون كل شيء. والمال لا تنسى المال بعد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله سرور الروقي والاستاذ نادر الروقي من عائلة ما شاء الله كلها موهوبة، ومن عائلة فيها الكثير من المواهب، شعر، انشاد، تمثيل. ايش الموهبة اللي تميز فيها ابو سلطان؟ والله للأسف أنا ما اكتشفتها إلا متأخر الصراحة. يعني اكتشفت إنه موهبة واحدة اللي هي الشعر بس. الشعر بس ما شاء الله. طيب جميل، ممكن تعطينا يعني كذا يعني مو شعر لا مو شعر خارجي يعني سحبت فجأة. مو مشكلة، أعطينا من أعطينا من اللي كتبته. مين اللي كتبته؟ وأنا لا ما حضرنا على السؤال ذي أبدا. من برا الملخص ها يطلع لك عباس. احنا اصلا اتصالنا هذا عشان المفاجاه، يعني عنصر المفاجاه اهم شيء عندنا، لازم انت تتفاجئ وسرور ذاته يتفاجئ. من اي ناحيه بس؟ اعطينا قصيده. والله ما تحضرني الحين للامانه. مره ما تحضرك خلاص انا رقمك ان شاء الله موجود في الكنترول، اول ما تحضرك اعطيهم رنه هم بيدقوا عليك ان شاء الله باذن الله. الله يرضى عنك ابو سلطان ويرضى عنك ويطول في عمرك. فرصه سعيده وكان ودنا صراحه نسمع بيتين لايف عشان يلحنها الآن لايف عشان نثبت للناس أنه فعلا أنت شاعر وهو الملحن والمنشد. الله يطول عمركم جميعا إن شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي. شكرا لك الشيخ نادر. هلا حبيبي. مشاهدي الكرام لازلنا متواصلين معكم وحبايبنا الجمهور، نبغى نرجع للمود. فاصل ونواصل وجهز حالك يا سرور إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية جديد شماغل بسام غترة بلس، بياض اللون وخفة الوزن. غترة بلس، المعنى الحقيقي لغترة بيضاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله. شروط الأضحية. الله أكبر. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: العور البين، المرض البين، العرج البين، الهزال المزيل للمخ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. مشروع خير الأيام ب365 ريالا تساهم في أجر المشاريع التالية: سهم في الصدقة الجارية، سهم في الوقف الدعوي، تشغيل المكتب كاملا لدقيقة، كفالة ساعة في مشروع، كفالة لغات دار الإسلام، سهم في التبرع العام للمكتب، سهم في مشاريع الجاليات والمسلمين الجدد، سهم في مشروع الحج. هذا البرنامج برعاية المجد. تجمعنا سيغدو عيشنا أحلى، لأن المجد تجمعنا سيغدو عيشنا أحلى. الحق قد تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ الحق قد تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا أخوانا، اللهم صل وسلم. اللي يشوف شيء يعجبه يقول ما شاء الله تبارك الله وصلى على النبي. إبراهيم، نجيب الهاشتاج، إيش صاير فيه؟ الهاشتاج هنا حبيبنا يوسف المري، حبيبنا واخونا، يقول: جمال حلقه من جمال اخواني وحبابي قلبي محمد عباس ابراهيم النقيب. هذا يوسف المري، وزاد جمالا على جمال وجود النجم سرور الروقي. الله 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 الله. يوسف المري احد نجوم زد رصيدك ثلاثة. الناس كلهم ما شاء الله يعني مرحبين بك يا سرور. سرور يعني قبل ها في شنو؟ ما في شيء. السؤال اقول لك حاجه. السؤال بحكم نقرينا تغريدة، في تغريدة قالها. أي والله أيوة سلفا، قبل فترة أنا مجهز لك التغريدة دي على طار الهاشتاج. قبل يعني فترة أنا قريت يعني لك تغريدة في هاشتاج يمكن كانوا مسوينه الجمهور أو ما أدري، اللي هو استفدت من سرور رقم، مكتوب الواقعية، استفدت من سرور رقى الواقعية، وأن توقر من يأتون بعد اسمك، وأن لا تخالف تربيتك وبيئتك ومجتمعك، وأن تحفظ ما أوج ماضيك بحاضرك لتعيش مستقبلك. كلام كبير والله.
وانت ما شاء الله كاتب برضو. ها الله يسلمك. هذه تغريدة انا كاتبها. ما شاء الله. ايه جميل. ايش 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 معنى التغريدة؟ لا هي كانت هذه غردتها انا تقريبا بعد ما انتهى برنامج الواقع. جميل. بين قوسين اللي هو الواقع كمسمى. يعني اكتشفت مؤخرا ان البعض ما هو عارف ايش كلمة الواقع. الواقع تمام. فانا حاولت اني اترجمه بقدر المستطاع في تغريدة اللي انت قرأتها قبل شوي، وقلت ان الواقعية رقم واحد ايش الواقعية هي، عشان بس أن توقر من يأتون بعد اسمك. بالضبط. أنا قلت أن توقر من يأتون باسمك، أقصد هنا خذها بالتدريج. يعني سواء أنت قلت محمد عباس، أنا أقصد عباس وما بعد عباس. أوه. أنا أتكلم ما بعد عباس وما أتكلم بيئة إلين توصل للسودان. فهمت. يعني أبوك وجماعتك وجماعتك أقول لك إلين توصل للسودان. حلو. يعني أنت لما تيجي أنت تمثل ما تمثل نفسك. جميل. لما تطلع أنت في قناة وتطلع في هذا في أي مكان، ما أنت ما قاعد تمثل نفسك لوحدك، أنت قاعد تمثل قبيلة كاملة وراك. بالضبط. ناس خلفك كامل. فمن الواجب أنك أنت توقر. إذا أنت ما وقرت ذاتك في تصرفاتك، فمن الواجب عليك أنت توقر اللي يكتون خلف اسمك. كلام. يا سلام. الله يسلمك. يا سلام. وأن لا تخالف تربيتك وبيئتك ومجتمعك. بالضبط. أنا قصدت هذه فيها، لأن عادة البعض يقول أنك أنت تطلع على الواقع، خلاص لا تحاول أنك أنت تصير، خل الناس يعني هذه فرصة حاول تستغلها. تمام. فهو ما فهم فاهمين الواقع. فاهم منه انك يعني انك تظهر بمثاليه جدا زايده. لا بغض النظر عن المثاليه، لا البعض يقول هي فرصه استغلها بما يعني بما يرفعك فيها الجمهور. أوه. او اللي الناس يبغونك فيه. اي شيء حق او باطل. ايوه. فحاول تطلع. لا انا اقول انك انت بقدر المستطاع حاول انك انت تفهم الواقعيه كويسه، وهي انك انت تبقى. يعني انت دخلت يا رجل، انت دخلت محمد عباس، بتطلع ايش؟ محمد عباس. تطلع محمد عباس. فحاول انك انت تحافظ اللي انت دخلت فيه. الله. تربيتك اللي انت قاعد تمشي عليها، الاساسيات اللي انت في حياتك انت تعبوا عليك فيها ابوك وامك. أيوة. على الاقل وصلت لين وصلت وجابوك ناس كذا قالوا لك يلا هذا انت الشاشه يناظرون فيك يا رجل. أيوة. انت دخلت بيوت العالم. أيوة. فمن الواجب انك انت تصير تحافظ على التربيه اللي هو اساسا هي مجتمع، عشان مجتمعاتنا واحده، وان تحفظ وجه ما ماضيك بحاضرك لتعيش مستقبلك. هذه قصدت فيها اللي هي برضه انك تعيش اللحظه اللي انت فيها. فهي انا اقول انك تعيش تحفظ ماضيك اللي هو شخصيتك الأساسية اللي قبل. حلو. تحفظها في اللي أنت قاعد تعيشها الآن. الله. عشان بعدين ما تندم في مستقبلك. الله. إنك أنت قاعد تسوي أشياء بعدين تجيك فترة تقول يا ليتني ما سويت. موهبة وحكيم كمان ما شاء الله تبارك الله. تحية يا أخوان. تحية بالله. نشوف الصورة. نشوف الصورة. فاجأة ثلاثة ذي. نبغى تعليقك. هذه لا هذه مش هذه يعني صراحة شيء والله. عبد الرحمن ظافر العمري. صحيح. صح. يستاهل تحية ويستاهل تصفيق. بس هو من اللي ماسك كل هذه؟ مرعي. أنا أحيي الصورة هذه. يا صامي للوقفة. هذا عمل من الأعمال اللي أنا تشرفت فيها، وهي كانت النبطي الوحيد اللي أنا سجلته بشكل رسمي. هذا العمل كان في تواصل بيني وبين أخوي عبد الرحمن، التقيت أنا وياه في حفل كان موجود في جدة، والتقيت أنا وياه بعدها رجعنا للرياض، فذكر لي إنه في قصيدة تزامن مع عاصفة الحزم. عبد الرحمن ظافر العمري. عبد الرحمن ظافر العمري. ايوه هذه كلماته ما تدري؟ ما شاء الله تبارك الله. طالع معاه. ايه؟ القهوة كمان. يا صامل للوقفة ترى راسك علم. بالضبط. اللي زفارها ما ادري ايش. ممكن تعطينا شيء كذا؟ يا صامل للوقفة ترى راسك علم. ايوه حافظها ما شاء الله. صح ولا لا؟ والله انك اكثر مني. عشان تعرف انه انا من جمهورك بس عشان هذا عشان تعرف انه احنا من جمهورك مش كلام يعني. الله يسلمك يا عبي. فاقول لك كلمني وقال ان هذا، فقلت هي نبطي ولا فصيح؟ قال لي لا نبطي. قلت ارسل لي الكلمات. فأرسلها، فأنا متشرف عبد الرحمن أنه شاعر ما يحتاج ونعم فيه. فقلت أنه أنا لو بستخدم النبط فهذا المكان الوحيد اللي أنا ممكن ألقى لي مخرج فيه هو الوطن اللي أنا أتكلم فيه. وبس لازالت بصمة العربية واضحة باللحن تقريبا. إيه هي ليش؟ لأن هي ما زال الجو موجود عندي، لكن أنا أشوف من الناحية أنا أشوف أنه هو أعطاها جوها، لأن عادة الفصيح فيه فخامة مختلفة. الناس يعرفون فخامة فخيم. أقول فخام فصيح فخيم. فصيح وفخيم. العيد يا عباس. والله فخيم جدا. والله زول فخيم. والله فخيم. طيب ايش سر نجاح هذا الكلب يعني؟ ومين كان الداعمين لك لظهور هذا الكلب على بهذه الصورة الجميلة يعني؟ والله شوف انا بقول لك، هي بداية من عند هي بدت مكالمة بيني وبين عبد الرحمن ان احنا بنقدم عمل كان، بس هو مادة صوتية على فكرة. العمل كان اساسه مادة صوتية. يعني زي الاعمال اللي نزلها. أيوة. بعدين بعد ما سجلتها وقال لي لحنها وكذا، فلحنت وسجلتها
سمعناه بدينا جلسة انه ممكن نطورها نخليها في كليب. كليب ليش لا؟ نروح نشوف الجهد. ايوه تمام نشوف الجهد. هذا اهم جهد. هذا هو اهم شيء. فما قصرت. كانت في جت والله انت محرجتوني انا نسيت الشركة اللي هي الـ 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 كانت سبونز الراعي للعمل. في نفس الوقت سجلنا. هو كان في يوم انا كنت في دوره في حفر الباطن. جيت في يوم طيران سجلت في الارض اللي ما شاء الله كانت في الكليب. بسرعه بسرعه يعني. اي كثير ناس يسالوني وين صورتها. هي في الرياض يعني. مش في الرياض هنا. اي موجود في الرياض في ضواحي الرياض. في ضواحي الرياض ما شاء الله. وقريبه من كلمه الضواحي ترى. من كلمه الضواحي. فسجلنا العمل. وكان يعني من الناس اللي كانوا موجودين الأستاذ محمد النفيس كان عنده شركة إنتاج قام في هذا الموضوع ونوجه له تحية من الآن ومن هنا عفوا ما شاء الله. كان قام فيه هو كإخراج وإنتاج وكان من إخراج حبيبنا بعد أنا ترين والأسماء يا رجال تحرجوني لا تراني أنسى. مع الجمهور